الآن مشاهد مروعة لهذه المشفى لوجود خدج. ستشاهدون الآن خدج رفض الجيش الإسرائيلي إخراجهم من هذه العناية، لذلك اضطر الأهالي وفق شهادات الكثيرين الذين التقيت بهم، اضطر الأهالي لتوديع أبنائهم وتركهم يموتون على الأسرة. هذه هي الصورة من داخل العناية المركزة لمستشفى النصر للأطفال، حيث كما تحدثنا رفض الجيش الإسرائيلي إخراج هؤلاء الأطفال وعمل على منع أي أحد إخراجهم من المشفى.